محسن، بغيت أسألك سؤال. تفضلي. حضرتك متزوج؟ في سؤال للأخت محسن. لحظة جاوبني. لا غير متزوج وشكرا لك. أنتي من جهة حاشي. شكرا. ناخذ هذا الباص. زين اوكي، عادي يقول لك احبك بس ما اسمع ترى ولا شيء. قول عادي يقول لك بس احبك واشد التليفون بس ابي اقول لك ان انا احبك وبس. يلا نخطب طال عمرك، نخطبك على الهواء مباشر. افكر في الموضوع مرة ثانية. زواج على سنة الله ورسوله، مش واجع على شنو؟ وايضا مدام لمياء في اغنيه مكاري. لا 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 مكاوي. يا ويلي ولا يا فضحي فضحه، يا فضحي فضحه. عسكري بدلا من الحاجز الموجود حاليا. سكان المنطقة أعربوا عن استغرابهم من وتيرة العمل السريعة في المعبر وبناء المقاطع. هل ثمة مخطط؟ الصورة الرجالة اللي كانت قبل شوي أعتقد عندنا في المملكة هذه؟ لا لا هذه بجدة. بجدة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ هناك بالفعل نزيهين من القضاء، وهناك للأسف فسدة. رسالتك للفسدة؟ رسالتي أن أحيلك إلى النيابة لأنك أنت بذاتك فاسد. بداية الاحتفالات جنبي، بداية أمسي عليك وعلى متابعي قناة العربية. هنا أنا قريب من النادي الأهلي حيث احتفالات الجماهير الأهلاوية. نعم. كانت الأجواء جميلة جدا قبل بداية المباراة وأثناء بداية المباراة، الجمهور احتفل بشكل كبير جدا. طيب أحمد الملعب الآن، الملعب إدارة النادي. برنامج من يوم صدعته في المخ. مرة حسان أبي رفعتي مرة. وش في جدي؟ يا أخي جابت أم العيد. يلا راح مباشر. لم تسنح لي متابعة الدقائق. لم تستحي من قبل الدقائق الأولى من هذه المباراة. اللهم أني صايم. لم تستحي من قبل الدقائق. بعيد الشر عني، أنا كلش ما راح أتزوج. بعيد الشر عني. ليش 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 ليش؟ يعني تكفى أخذ واحدة. إيش فيها البنية؟ يعني تكفى تكفى أخذ واحدة شي نفسكم ما بي. أستاذ لطفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندكم أزمة بنزين ولا مفيش؟ عندنا واحد عايز يدي أم الدجاج ملابس الدجاج. أدي الناس اللي مش حاسة بأي مشاكل. يعني ضرب. بيك سيدي موسى بن جعفر. يا اخي وين سيرتي؟ وطبك وبلطب. اليوم صرخة المظلوم تتجسد في لبيك سيدي موسى بن جعفر، وها هي الجموع المؤمنة. العراقي الى حقيقة ماثلة العيان، تنتظر دعما ومساندة من الحكومة حتى تنتهي كل العراقيل والمعوقات التي تحول دون تقدمه وازدهاره. محمد الحسوني من اول مزرعة للنعام في العراق بابل. صح؟ لان الدين حقنا وش امرنا فيه؟ انه احنا دائما ايش نسوي؟ نتستر. الحرمه ايش تسوي؟ ان شاء الله بكره اذا كبرت وصرت حمير حريف. يعني بكره نكبر اول ما ننام نقوم نكبر. حمير. يعني استغفر الله العظيم، استغفر الله. واقول لك شيء. اول ما نقوم في الولايات الذين يتم تعيينهم مع مراعاة إذا نمر إلى التقرير. قال لم يقل شيئا. نهاية جولتنا الاقتصادية، نعود إلى سلمى ومعها المزيد من الأخبار في هذا الصباح. إلى اللقاء. ما راح تطلع التويت. لا لا حقراها. نشوف. في متابعة لمشاركاتكم مشاهدينا فيما يتعلق بسؤال اليوم الذي يقول: هل تعتبر زيارة مختص؟ شوفي بدي له شكرا.
اوكي، هل تعتبر زيارة مختص نفسي امرا محرجا ولماذا؟ طبعا يقول احمد عيسى لا الكل بيمر بازمات نفسية واللي يحتاج مختص نفسي هو يكاب. اذا هو الحل الوحيد اذا اجبرت بالجنوب على البقاء مع الشمال. لو سمحتي لي يا اختي العزيزة انت ولك شطارة. ولا لا اعرف انا اتخاطب مع امرأة ومع رجل. لا مع رجل يا سيدي. أنا آسف على العموم أنا أعتذر لك. الجميع يعرفها داخل سوريا. أنا بشكر الشباب اللي هم بتوع الفشتك دول اللي بيعملوا الفشتك وكده. هو اسمه الهاشتاج بانجليزي دي يا مرسي. أشكر الشباب بتوع الفشتك دول. هيخلي الشباب دول. مال ديد يا مرسي؟ فيومي. فيومي إيه؟ خرجت وهي تحيي تحيي المكسيك. الدكتوره من اي جامعه؟ من جامعه الابداع. مو انا بيروت، انا فرنسا قايل. ايش اسمها بالفرنسي؟ انت جاي تختبرني؟ ما انا بطلال. انت جاي تختبرني؟ اسم الجامعه بالفرنسي. ايش تحلى وجهك؟ لا عيب عيب عيب. اخجل. طبقنا تكتيك الحمد لله، وكل مباراه لها تكتيك خاص وطبقنا الحمد لله واستفدنا من المباراه. المباراة اللي طافت فزنا بس انا ضيعت. يؤكد ذلك نعل على شرفك. وصول العمليات الارهابيه الى قلب مدينه الناصريه امر ينذر بخطر شديد. طيح الله حظك يا سو ام قاعد احكي على شرفك يا ابو شرف. شرفك اجهزه كهربائيه. اي جهاز كهربائي؟ مكوى. مكنسة. يا الله وهقك دنيا واخره. زين هذه سريه سابق بالضلوع في مجزره حديثه التي تعد واحده من اهلا بالعيد بارحب رحب العيد. ثلاث حروف. بريطانيا. بريطانيا دي كلها ثلاث حروف. امال ايه؟ بريطانيا ثلاث حروف. اربعه. طب اتحجاهم الاربع حروف. يلا يلا. اول حرف لام. اول حرف لام. في بريطانيا. امشي يا حبيبي. مدن البلاد للشرقيه نيوز مين اسيل بغداد. السلام عليكم. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. ابى شد اقرا هذا اذا نقول ما ابي. هو غلاسه كده. سبب الزميل يوسف سيف الى خروف الى رؤوف عفوا والى يوسف والى علي محمد علي الجامعه وجرح ايضا 20 اخرين. كل هذا بس المشكله انه عندهم القوانين وايضا حيازه السلاح تكون. طيب معلش في ذبابه مزعجتني من الصباح مسويت لي فيلم رعب. طيب اوكي. على العموم هي بس لو توخر علينا وبعد الهوا ترجع. طيب فبداية شهر أكتوبر على فكرة إذا شفت في البيت الأبيض أيضا. نعم. عمل مؤتمر باراك أوباما ونادى لهذا طيب وبعدين يعني حطت وما تروحي لهاني يعني. هذه من الأسبوع اللي فات. هي تدور وين السكر. معي حبيبي. العام هذا اللي سجله والله العظيم إني أشغل أكثر من مرة صراحة. ليش؟ لأن في قيمة. مش محترفين. في قيمة. ضحك شاب. في قيمة. وش قيمة؟ تبقى كويسة لو كلنا عملنا زيك. انتوا اصلا لو انتوا بقوا كويسين احنا نبقى كويسين. مين انتوا؟ كل الناس. يعني انت كل الناس تبقى وحشة فانت تبقى وحش؟ بالظبط كده. انت كده كويسة ترضي ربنا انت كده؟ بعد الملكة حيجي لقب ايه؟ بعد الملكة؟ والملك لله سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالإيمان. ونعم بالله. دي أحسن كلمة قلتيها لدلوقتي. ترى انتي حالة خاصة ما نخلي أحد يمسك شيء بيده أثناء. حبيبي thank you that's so nice thank you so much. حقيقي انتو لطاف والله انتو لطاف جدا. ده لا تصدقين وايد والله. انت اللي مسخرش. نشب خلاف بين الفنانتين الكويتيتين. شناوة. الكويتيتين كركزتان الكويتيتين ذكرتان. هم اثنين المرأة السعودية من أجمل ومن أكرم
ومن أفضل النساء في العالم، لماذا لا تعطيها حقوقها؟ ليش المرأة السعودية من أفضل وأكرم من النساء في العالم؟ ليش ما هي مثل النساء العالم؟ لأنها صابرة على مثلي ومثلك. ما انت استاذها تج استاذها بخش شحش بخش سحص خمسه سحفش بدون ايه عشرات قروش خص اي فشرها كويس من العائله نجاحك ما لها غيره خاصه ان اهلي متدينين يعني عندي اهل ماما شوي متدين امي مدرسه تربيه اسلاميه رب عيالك رب عيالك رب عيالك الله لا يسيئك اسكتي باشا ومعنا ضيف جديد نحب نتعرف عليه يا باشا يا استاذ راح فين يا باشا يا باشا اتاخرنا ايه ده دقيقه تعالى بس اتفضل دقيقه واحده معلش امي زوجتني من ابن جارتنا باستعمال السحر فقد سرقت سرواله اعوذ بالله حاجات سرق السراول وتزوج في البنات عسوا سراولكم اول نصيحه ننصحكم تروحوا تردوا له سرواله بس ابي اسالك ولد الناقه شو اسمه الولد حوار حوار هذا قلت بقول. حوار حوار, حوار. البنت شنو بكره مو بكره بعد بكره 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 وحوار واحده بواحده ايش كملها احنا كذا حلوين احنا كذا حلوين نصيحه بيني وبينك لا تغنين كله بعيونك جميلة خليني أصلح نفسي شوي أنا ما أقول جميلة أقول خلصين مو إيه طلب السيد فيصل أن يعتذر للشعب اليمني من كلمة مخلوع حتى أستمر معك في البرنامج وأجيب على كل أسئلتك ما لم فأنا أضطر إلى الانسحاب انسحب تفضل تأمن مصطفى من لبنان مصطفى يا مصطفى كمل الأغنية كمل الأغنية رمضان كريم أوكي رمضان كريم كلها ايكولوجي بتتناغ ما في الا الرجال لانه سخيف بيسرق بينهب وبيجيب البنت على التلفزيون بالاول بحطها على الفرشه بتجي على الشاشه بتحكي هالشاشه لانه هو هوت دوغ واوا خلي كذب ما بقى في مره عم بترضع بتروح على المستشفى بيخلف الطبيب لا يا استاذ شو بتعمل؟ بيخلف الرجال الله ماكو ننزل بسلاحنا وين على الوالدة اللي يجب على المتخذ مو وضعية والله مو شو الموضوع مو وضعية بنجاربكم انتو قديش حافة ست البقر بسم الله الرحمن الرحيم البقرة صلاة أخوش على الواضح وكأنه مسألة الكوميديا مهنة بالنسبة لك أحب أني أرسم الابتسام على أي شخص يعني حتى في اتصالات في معك يعني قلت لك يا خالة يعني عاني لا شوف الاتحاد استحق الفوز لكن هي لم يستحق الخسارة شنو المهم شنو بحمني شلون حدث العاقل شلون انا مثلا دلوقتي كذكر وشايف انثى اقلب كلب بلدي على طول انا قدامك عاقل اه عادي جدا عادي بس انا من جوه هو الله لا يوريكي ازاي يعني لم يدخل احد ارضيه الملعب من اداريين او رؤساء انديه والجار الا الامير فيصل بن تركي ينزل في كل مباراه الى ارضيه الملعب ينام مع اللاعب من الاخ اللي يحكي معي فهد الروقي ما اعرفه والله ولا من يسأل السؤال هذا يعني يملك كمية كبير من قلة الأدب يسأل عندك جماهير بالمليان والله عارف انه ما يعرف انتم متابعون بشكل جيد للحادثة هل لكم ان توضحوا الصورة؟ سيد حسام انت معنا على الهواء كيم كارداشيان المركز الثاني عالميا انا مسوي فولو حق كيم تحسون وايد من اهتماماتكم ان انت وتتابعون كيم انت كشاب ليش ضايف كيم يعني ما في شيء لا ترجع الحين انا مشكلتي من ولادي لقضيه ومضمون ومحتوى
لا مش شايفيننا مضمون ولا محتوى. خلاص بقى تعالي وانا اوريكي زي ما قالت زميلتك. ها اوريكي فين التطوير وفين المضمون. يا وحش انا ليه ما انا عارفك اخر الليل توديني ورا المحاول وتعبني كيلة لئيم. من وين تكلمينها يا لطيفة؟ من القصيم. من القصيم تحديدا وين؟ ابها استقبلها الصدر بوم. شفتي سويت مين؟ سويت طقيت اشاره مين دشيت يسار وبتحط لي اسئله وبتكبهم بالفانز. شو؟ لا والله فاكرني تعلمها في معهد اللاسلكي عايزه تتجوز من ورا هناك عشان تقابل زميلها في ساعه واحد صعب في الظهر في الدور الرابع. بحب زيت البنات. تعرفنا على صبية وصرت روح لعندها. مرة ما كان بدي روح قال لي فراس بروح أنا. قلت له روح. راحوا بلبة طلب ومش الحال. ليه البنات عم يتأثروا ليتجوزوا؟ ما بعرف بلكي بطل في رجال. عفوا الممثلين الكبار يعني تحسين فاطمة مثلا سعد الفري يعاملك كبنت. عرفتي يعني تنادينا بالكيشن بابا الله يرحمها. هو شايفك بنت؟ لا شكرا. وانصدم ان انا ابديت اعجابي فيه فتفاجئ خاصة ان انا بوقتها كنت بالجامعة يعني احلى بنت بالجامعة احلى بنت بالجامعة. الثبات يا صديقي كانت محاولة جيدة. هيا تكلم معي ماذا تريد ان تقول؟ عمبر. نعم. كل شيء كالكل. عفوا نحن لم نسمع. هيدي شو عبارة عن شو؟ منك شايفة شمعة؟ بس ليش كريسمس شكلها؟ شو قلت كريسمس؟ لا لا عيب كلام وسخ ملك. فاكت اول فاكت اول. لا تستحي ولا تنتخي ولا اي منش رجال. يعني معظمهم قالوا بكونوش طبيعيين ماخذين اشي. يا ايش يا مبسوطة اكيد كل واحد بتعاطى. حتى انا بتعاطى. طب تسمحي لي اقول لك انك انت هبلة؟